وصل صوتك. قبل نستقبل الأستاذ شرف الدين القليل، مرحبا بك سي شرف الدين القليل. أهلا وسهلا، مرحبا بك بسادة مستمعي موزايكا فم. أنت في يعني باش نحكي في زوز مواضيع، ولا نقول فريحي البارح معناتها باش نعرفوا معناتها الكلمات هل هي كشاهدة ولا مش كشاهدة، ولماذا تم استدعائها البارح وعلاش باش يتم استدعائها نهار الاثنين، وباش نحكيوا زادة على مجموعة 25 اللي تقاضي وزيري الخارجية والمالية باش نعرفوا الأسباب. به بالنسبة لقول فريحي، شنو اللي صار معناتها البارح؟ تم دعوتها أم لم تتم دعوتها؟ وقت اللي مثلت أمام القاضي، هل مثلت كشاهدة ولا كمتهمة؟ فسر لنا تفاصيل أستاذ. الفرياحي كما تعرفوا الناس كل هي يعني إنيسيالمون محالة على قلم التحقيق بالمكتب الثاني عشر ببدائي تونس كمتهمة، وأنا شخصيا تسلمت استدعاء متهم في حقها. كان صحيح الجمعة الفايتة كانت باش يسمعها حاكم التحقيق، ولكن أرجئ استنطاقها جودي بيان استنطاقها إلى جلسة يوم أمس 15 جانفي. باطلاعنا على أوراق الملف، وأوراق الملف يعني اتضحوا أنه ما تمكناش منها الكل في أول وهلة أمس، تقريبا في اللحظة اللي تمكننا من أوراق الملف الكل، وخاصة وثيقة هامة جدا نعتبروها حجر زاوية الوثيقة هذه، هي قرار فتح بحث اللي خذته النيابة العمومية بالمحكمة البدائية بتونس. وقرار فتح البحث هذا كنا نتساءلوا على أساسه القانوني، فاتضح لنا أمس اللي أساسه القانوني هو الفصل 31، بين قوسين فصل 31 يمكن النيابة العمومية وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه من فتح بحث ضد مجهول أو ضد كل من ساكش عن البحث، أو فتح بحث على خلفية وقائع. وهذا كان اللي صار. البحث التحقيقي اللي نحكي عليه تفتح، ما تفتحش ضد ألف الرياحي، ما تفتحش ضد أي جهة أخرى، وإنما تفتح على أساس تصريحات ووثائق أدلت بها منوبتنا ألف الرياحي في برنامج تلفز اللي هو برنامج لباس اللي ذاع على قناة التونسية. هذه حاجة هذا المنطلق الرئيسي لقضية الحال الكل، المنطلق الرئيسي. نحن ما راعنا إلا بعد، بين قوسين البحث التحقيقي اللي نحكي عليه هذا تفتح يوم 31/12/2012، والتواريخ هامة جدا لأنه انطلاقا من 31/12/2012 في تقديرنا، وهذا ما توصلنا ليه ومتأكدون منه جازمين في تقديرنا، وأنه بدأت الخروقات وبدأت التلاعبات بالملف، وبدأت عديد الأيادي تتقاذف بالملف. كيف ذلك سيدي؟ بمعنى نحن قلنا 31/12 تفتح بحث تحقيقي، السيد وكيل الجمهورية عهد المكتب التحقيق الثاني عشر بالبحث والتحقيق في قضية الشيراتون ومشتقاتها وتوابعها، بمعنى وأنه أبارتير من 31 ديسمبر ما فما حتى يد يسمح لها القانون باش تدخل فيه الملف باستثناء يد قلم التحقيق الثاني عشر دون سواه. نحن نتفاجأ نهار 2 جانفي 2013، احد مساعدي وكيل جمهوري بابتدائي تونس يسمع السيد رفيق عبد السلام كشاكي على خلفية شكاية تقدم بها في حقه مجموعة من المحامين الزملاء. نهار 31 كذلك لسان ان يسأل. انا نعتقد انه خرق قانوني كبير، ملف عند حاكم التحقيق يدخل فيها على الخط من جديد ممثل النيابة العمومية ويسمح لنفسه باش يحرر على السيد رفيق عبد السلام كشاكي. وين أوجه الخطورة؟ أوجه الخطورة وأنه ديما نرجع لفصل 31. الفصل 31 تقول فتح بحث ضد مجهول، لازم نرجع للنصوص القانونية اللي تقول لنا إيش معناها بحث. أنا مع إيداع ألف الرياحي بالسجن، ومع التحجير عليها السفر، ومع ربما فرض إقامة جبرية، مع كل شيء، لكن بشرط احترام النصوص القانونية. السيد حاكم التحقيق عندما اتصل بالملف يلزم يقوم كما يقول الفصل 14 مجلة الإجراءات والفصل 29 مجلة الإجراءات الجزائية، يلزم يقول بأبحاث، بأبحاث ملموسة. ومفهوم الأبحاث تبدأ من السماعات إلى الحجز إلى الاستنطاقات إلى المكافحات، هذه الكل تسمى أبحاث في مرحلة تمهيدية، تمهيدا إلى توجيه التهمة إلى إكس أو إجراك، وكذلك نوعية التهمة. شفت كيفاش؟ به. ولكن هنا أستاذ زي فهمنا، لو كان يكون هذا البحث تفتح على روحه والقضية اللي رفعها وزير الخارجية رفعوا عنه محامين، ما تنجمش زوز فرد وقت. كلامك صحيح. شوف تو باش نجيك الخطأ الثاني. معناتها تكون البارح في القضية اللي فتحتها النيابة، ونهار الاثنين باش تقف في القضية اللي رفعها وزير الخارجية. كلامك سليم جدا. لو كان النيابة عندما أخذت الشكاية مع عند السيد وزير الخارجية أخذت فيها قرار، هي أضافتها إلى البحث التحقيقي الجاري،
أضافتها. وكي تضيفها إيش معناها؟ إجرائين تتسمى واحدة من أوراق الملف الشكاية ذيك. بحشيشها بريشها. بالتهم اللي المحامين نسبوها لمنوبتنا. حاجة تبلع حاجة معناها. في وسطها أي تولي. عنا بحث تحقيق كبير متعهد به قلم تحقيق. وفي وسطه شكاية. في وسطه قرر وكيل الجمهورية باش يضيف له شكاية. ويعتبرها بالتالي قانونا راهو ماناش قاعدين نبتدأ ولا حاجة. النص واضح. يولي ورقة من أوراق الملف. وهذه باش تثير إشكالية في القضايا اللي صبتها البارح مجموعة 25. عاد سيدي خويا الحياد هذا المفترض في قاضي التحقيق ومن باب الوحرة في ممثل النيابة العمومية في التعاطي مع ملف على معنى 31 مازلنا ما نعرفوش متهمين ومازلنا من باب أولى وأحرى ما خطيناش التهم. نحن نتفاجئوا نهار 3 جانفي السيد حاكم التحقيق يراسل مازال قلت لك ما عمل حتى بحث. الإجراء الوحيد صدقا هنقول وذا تنطق به ورق الملف صدقا الإجراء الوحيد اللي خذاه حاكم التحقيق هو تحجير صفر على ألف الرياح. وحتى واحد لا ألف الرياح يبيدها ولا محاميها الكل ما عارض ذلك الإجراء. هذاك إجراء قانوني عنده فيه الحق. سمحني إجراء تبع شكاية ولا تبع البحث؟ تبع البحث بطبيعة الحال. شكاية أنساها توقع لأنه شكاية قلت واحدة من أوراق الملف. علاش كي بحثوا حتى حد منهم متهم يترمي رفع تحجير صفر كان على ألفة؟ هو تحجير صفر بره حاكم التحقيق وانا نتفهم مانيش موافق اكيد جدا. هذاك علاش نحن المجموعه الكل باش تقدم غدا صباحا ان شاء الله بمطلب كتابي رسمي في رفع تحجير الصفر على ألف الرياحي باش نصبوه عند السيد تحجير صفر نوع من الاتهام ولا هو لا تحجير صفر هو تدبير احترازي وتحجير صفر باش ما نتهموش اكثر من لازم يعني تدبير عادي ينجم ساعه ساعه يتخذ بصفة إدارية مش حتى قضائية وينجم ساعة ساعة يتخذ لحماية شاهد مش لحماية متهم أو للتحجير على متهم أو الانتقام من متهم واضح. أو للبحث أو المحافظة على سير واضح البحث. أوكي فهمتني هذاك علاش ما ناقشناهوش كملنا بين السفر. البحث والشكاية أستاذ لهنا ما يلزمش ما تنجمش البحث يضم شكاية ولكن شكاية تتقدم فرد وقت شكاية ويتم فيها الاستنتاج طالما أضيفت قلت لك طالما أضيفت فإنه ما عندهاش الحق أنا نقول ما عندهاش الحق تأثر على حاكم التحقيق في عمله في الإجراءات الواجب اتباعها إلا بعد ما يمشي أشواط في البحث. شكاية قلت لك ورقة من أوراق الملف ينجم يلتفت لها ويستأنس بمضمونها كما ينجم يتركها جانبا ويقول هذه باش تأثر لي على حياديتي خاصة أنه جهة شاكية وزير سيد الكريم وهذه باش تأثر لي على مجرى السليم للبحث لأنه البحث ما قالوش جيب لي متهمين. البحث قال له جيب لي قبل كل شيء هل المعطيات هذه صحيحة ولا لا بعد ما تتأكد من صحتها أو من عدم صحتها تفضل كيف التهم التي ترتئيها مناسبة ووجه التهمة على من ترتئي ووقتها اختار شكون متهم وشكون متضرر. واضح هذا ما صارش. استاذ شرف الدين قليل بعد شويه بعد 30 ثانيه باش نعاودوا نرجعوا لك وباش نحكيوا زاده على شكاية اللي قدمتوها انتم اللي تنجم تدخل في وسط البحث واللي قدمتوها ضد وزير الخارجيه رفيق عبد السلام بتهمه تبديل المال العام والاستيلاء على الاموال العموميه والثانيه ضد وزير الماليه بالنيابه سليم بسباس بتهمه التستر على جريمه وانتحال صفه محاسب عمومي. وانت واحد من مجموعة 25 محامي تقدمت بشكايتين جزائيتين الأولى ضد وزير الخارجية رفيق عبد السلام بتهمة تبديل المال العام والاستيلاء على مال العمومية والثانية ضد وزير المالية بالنيابة سابقا سليم بسباس بتهمة تستر على جريمة وانتحال صفة محاسب عمومي. معناتها حسب ما فهمت من كلامك الشكاية هذه زادة يلزمها تستنى حتى لين البحث يتم معناتها ما يلزمهاش لا وتو نوضح لك ساعة للتوضيح فقط ربما هذه مصادركم بعض المواقع الإلكترونية للتوضيح. الشكاية الأولى صحيح حصرا ضد السيد رفيق عبد السلام وزير الخارجية الجمهورية التونسية. الشكاية الثانية ضد هذا الأخير يعني السيد رفيق عبد السلام وكذلك اثنين ضد السيد وزير المالية ثلاثة ضد السيد مدير ديوان وزير الخارجية أربعة ضد كل من سكشن البحث لأنه كما تعرف صديقي نوف أنا سبق لي في إحدى القنوات وأنه قلت باش نكشفوا معطيات سوف تصدم عديد الأطراف وفعلا على ضوء الشكايات هذه أنا شخصيا وقفت على عديد المعطيات الخطيرة والخطيرة جدا. الشكاية الأولى تعرفوها الناس كل ربما نزيد عليها بعض التفاصيل. الشكاية الأولى السيد وزير الخارجية يتصرف في أملاك الدولة ويتصرف في مقدرات المجموعة الوطنية تقولش عليها رزق البليك يعني يغسل في حوايجه على حساب خزينة وزارة الخارجية وميزانيتها يرتشف القهوة ويحتسيها كذلك أكثرش من البوان مرسي سكون أبال لو سيستام اس بي جي هذايا بطاقة لحرفاء شبكة هذه النزل متاع الشيراتون كل ما تقيم عندهم تستظهر بالبطاقة هذيك
ويمركوا لك عليها دي بوان مرسي كيما البطاقه نتاع الكارفور والكل. المؤلم والمضحك في نفس الوقت هي انه البطاقه هذه شخصيه، يعني نتاع مثلا بطاقه شرف الدين الخليل متفقين. انا كي نمشي مثلا في مهمه رسميه دبلوماسيه واقيم في نزل، المؤلم انه نستغل البطاقه هذيك على حساب البعث هذيك باش لي بوان مرسي تتمركا لي انا ونستنفع بها الى اجل غير مسمى. هذا كذلك خطير، وهذا مش فقط اهدار المال العام، هذا استهتار اصلا بصفه وزير الخارجيه، خاصه وانه الفصول القانونيه واضحه، الفصل 38 والفصل 129 والفصل 130 مجلة المحاسبة العمومية تقول أنه الوزير هو آمر صرف بوزارته، يعني هو الفاتق النطق. الشكاية الثانية هذه تو معناها ومناطها الفصل 95 اللي فيها سيد وزير المالية العام وتبديده. الشكاية الثانية منطلقها هو هذا الحساب البنكي الذي أعيد وأكرر فتح بصفة مخالفة للقانون وبصفة دعني أقول إجرامية، فتح باسم وزارة الخارجية حتى تودع به مقدار الهبة اللي اعطتها دولة الصين الشعبية إلى ناظرتها التونسية وقدرها مليون دولار. أين موطن الخطورة؟ وتو نعطيك بعد تباعا النصوص القانونية التي ذيلنا بها شكايتنا وتمسكنا بتفعيلها. واحد، عندنا نصوص واضحة لا يحق ولا يجوز مطلقا فتح حساب بنكي جاري باسم وزارة، لأنه الوزارة مهما كان اسمها ما عندهاش الشخصية القانونية، يعني ما عندهاش الانفصال على شخصية الدولة وهي تابعة للدولة. وطالما كان الأمر كذلك فإنه كافة الحسابات هي باسم الدولة التونسية وفي الخزينة العامة. اثنين سيدي خوية، فما خطورة كبيرة ياسر، كبيرة ياسر كذلك، لأنه هالأموال هذية تعرف أنت الهبة يعني ما توهبتش لسي زيد أو عمر أو لصفة زيد أو عمر كوزير أو كذا، الفلوس هذه جاءت من الدولة الصينية للدولة التونسية، يعني مربطها وغايتها باش تمشي للصالح العام، تاخو كسوة المال العام، الفلوس هذيك باش تولي كسوة المال العام. والمال العام فما ثلاثة تقريب أشخاص صفات مع عندها كان هي الحق تتصرف فيه، اللي هما المحاسب العمومي وكيل المقابيض ووكيل الدفعات. نحن الحساب البنكي هذا اللي تصب فيه مبلغ المليون دولار تصرفوا فيه، وتصرف فيه خاصة السيد وزير الخارجية بدون وجه حق، بدون وجه قانوني، وعبث به دعني أقول. وهذا موطن الخطورة، وهذاك علاش نحن قلنا انتحال لم يقع مساسه الحساب. نعم حسب ما قال وزير الخارجية لم يقع مساسه. لا لا لا, لا فما فرق، فما فرق لهنا هالمغالطة هذه، لأنه كان تحبوا ترجعوا لصدق أقوال كسوا سيد وزير الخارجية أو محاميه أو الدائرين به من ديوان وأعضاء ديوان ولا غير ذلك، كان ترجعوا الواحد الناس كل ملون ما شكتش في المبلغ، والناس الكل أصلا ما شكتش في استعمال المبلغ. وزير الخارجية بيد ومدير ديوانه باعث مراسلة للسيد وزير المالية قال له رانا صرفنا فيه، صرفنا منه مبلغ معين في اطارك الملتقى اللي تنظم نتاع الصداقه الصينيه التونسيه، ويستاذنوا باش يزيد يستعمل منه مبلغ اخر قدره 350 الف دينار باش يشري به تجهيزات الواحد. يعني السيد يتصرف وحده ولا امر صرف ولا محاسب عمومي ولا وكيل مقابيض في نفس الوقت. شوف سيدي الكريم الخطوره وين الخطوره، هو اللي يحكي عليها الفصل 58 مجله المحاسب العمومي، كان تسمح نقراه لك وتفهم كل شيء. لا يجوز لامري الصرف بين قوسين ان نحط وزير وغيره من الاعوان الذين ليست لهم صفه المحاسب العمومي او وكيل المقابيض او وكيل الدفعات ان يتصرفوا في اموال عموميه أو أن يكون لهم بصفتهم المذكورة حساب جاري كيفما كان نوعه، وإلا يقع تتبعهم كمختلسين لأموال الدولة. أنا سيدي خويا والمجموعة الكل على ضوء ما قريته لك وعلى ضوء ما فسرت لك، وبطبيعة الحال اللي فسرته الكل موثق ويستند إلى وثائق أعتقد بأنه لا لبس فيها، اعتبرنا أن هؤلاء جميعا ارتكبوا جريمة اختلاس الدولة، خاصة وأنه الفصل اللي قريته لك فيه زوز أركان مادية، الزوز متوفرين. الركن الاول قلت لك ما عندوش صفه محاسب عمومي، انت حلها وجبت به فلوس. الركن الثاني ما عندوش الحق اصلا، وهذه الخطوره، ما عندوش الحق اصلا يحب يحل حساب جاري كيف ما كان نوعه الحساب الجاري. واضح سي شرف الدين قليل، نهار الاثنين حسب المحامي فتحي العيوني باش يقع الاستماع الالفه ريحي كمتهمه على خلفيه شكايه، تؤكد هذا الكلام؟ انا ادعوك وادعو كافه الساده المستمعين الى عدم الاستئناس بما يصرح به الشخص اللي ذكرته تو.
لانه كمم استاذ وزميلك راه لا لا ما مانيش لا بقطع النظر بقطع النظر لانه بشقاء تو بشقاء استماع لها كمتهمه يا اخي هذه الف الرياحي قطع حبل جايب هواد ما عندهاش محامين على نيابتهم البارح دونك المعلومه تاخذوها مع عند محامينهم وانا واحد من المحامين هذوما هما اللي اعلام نيابتي موثق في ملف الف الرياحي في القضيه عدد 26091 والى حد الساعه هذه واني بحذاكم ما اتصلت بحتى استدعاء لاي غايه كانت من طرف المكتب المذكور نجم يكون على من سي فتحي مش معقول نعم ديما الأولوية في الكا هذا الأولوية المتهم بطبيعة الحال لأنه المتهم باش يصنطق مش الشاهد باش يصنطق ولا المتضرر إلى حد الآن ما علمت بشيء شكرا لك الأستاذ شرف الدين قليل على كل هذه التوضيحات وكل هذه التوضيحات بخصوص القضية